عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما العادة قبل ما تدوزوا الفيديو، نتمنى انكم تضربوا طليلة القناة الثانية، فيها اعادة تدوير ديال واحد الشطابة كما كتشوفوا صوبنا بها واحد الشمعدان. بالنسبة للفيديو ديال اليوم، كما كتلاحظوا معايا بديت البغلي يعني ضرورة كما قلت لكم ضروري انني ندير الحاجة لراسي. طبعا كنمشي بشوية بشوية كما كتلاحظوا هنايا، كناخد غير كمية قليلة ديال الكايا صدب، لان صعيب عليا باش نخلطه بوحدي. فاش كنكون بوحدي يعني كيكون سليمان خدام، كنضطر انني ندير داك الشيء اللي قديت عليه. كما كتلاحظوا شي مرات راه كيكون الدنيا مغيمه وداك الشيء، اولا الصباح بكري كنبدا نخدم. وهنا كما شفتوا معايا من قبل هذاك الحجر حطيناه طبعا تحت منه غير التراب، ولكن كنسقيوه باش كيشد مزيان، لان ديجا هاد البلايص الاولانيين كنا جربنا حطيناه فاش كيشد مع التراب راه ما كيبقاش يتحرك. داكشي علاش قلت بلا ما نضيع عليه بزاف وندير البغلي تحت منه، حيت ربما نقدروا نبغيو نردو نزيدوا واحد البيت هنا في بلاصه هاد لاتيراس اولا شي حاجه. فمن الاحسن ما نثبتوش مزيان في الارض باش نوحلو معاه، حيت نبغيو نحيدوه. طبعا كما قلت كتشوفوا في البغلي راه بديت كنقادو باش نعمر دوك الجوانب ديال بين الحجر، وكنبدا ندخلو مزيان في الحواف، لان كما كتعرفوا هذا الحجر هذا ماشي قد قد، يعني ماشي فورمه وحده، كاين اللي غلاط كاين اللي رقاق. كنمشي وكنعمر الخدمه صراحه، ما كنديرش خدمه المعلم لان ما عرفهاش، غير كنحط فاش كنخلط الكياس مع هتوفنا ومع السيما طبعا، وكنبدا ندفعو تحت من داك الحجر في دوك الخويات وكل شيء، وكنحاول نضغط عليه باش يدخل. طبعا كان ممكن انا نخدم بالملاسه، ولكن هاد النهار تجلات لي وما لقيتهاش، وما بغيتش نضيع الوقت في التقلاب عليها. داكشي علاش خدمت غير بيدي، يعني درت ليغات وخدمت بيدي، ولكن الحمد لله راه من بعد في الاخير دابا حاليا راه نشف، لان هاد الفيديوهات اللي انا درت لكم راه تجميع ديال ايامات بزاف، لان سليمان رجع للخدمه كما قلت لكم، ويلاه كنخدموا غير شويه ديال الوقت، وخصوصا انا باقيه الشمس باقي الحراره ما كنقدرش نخدم فيها بزاف. كنختار الصباح في بكري فاش كيمشيو هما يعني كيديري من القرايه ويمشي لخدمته، كنوض انا نخدم فاش كتخرج الشمس يعني جوا هذيك العشره، يعني تقريبا ساعتين ولا اللي كنخدم الماكسيموم. وعاود في العشيه ما كنقدروش نخدموا في ديك القايله كما قلت لكم، واخا يكون عنده هو العشيه خاويه كنضطروا نتسناو حتى لمورا العصر، يعني الوقيته اللي كنخدموا فيها هي بين العصر والمغرب، وطبعا راه ما كافياش باش نقدروا نكملوا واحد الحاجه كامله. اضافه على هذاك الشيء العياء، لان الصحة ما كاينش قداك ديال الصحة، غير كنكابرو صافي، يعني كنحاولوا ما امكن نمشيو وحدة وحدة كما كتشوفوا. كما قلت لكم كنخشي هذاك الكياس وهذا يعني ديك التخليطة ديال البغلي، كنحاول نخشيها تحت من داك الحجر باش يتشد مع بعضياته. وطبعا الا كانت شي وحدة كتلعب راه ضروري كنعمر تحت منها باش ما تبقاش، بحيث نعفطوا عليها ما تبقاش تحرك من بلاصتها. المهم مشيت بهذا الريتم هذا كما قلت لكم، راه ما كملنا هاد لا تيراس هادي غير ديك لاكوش الاولانيه على 4 ايام ولا 5 ايام لان كما قلت لكم كنخدموا بشويه علينا، خصوصا ان الاوقات اللي عامرين عند سليمان العشيه هما اللي كتار، كنضطر نخدم بوحدي، ولا في العشيه فاش كيجي هو يلا كما قلت لكم ما بين العصر والمغرب. بالنسبه لهنايا كما كتشوفوا الكازون راه حنا بدينا كنديروه، وملي بغينا نحفروا هاد الحفاري هادو باش نديروا كما قلت لكم من دوك البودرات اللي غادي نديروا ديال البرغولا ديال الخشب، لقينا واحد المشكل اللي هو حجر كبير. المهم حتى بدينا الكازون درنا واحد لافاس. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي على الكازون ما غاديش يطلع، راه طلع لان نفس الطريقه اللي درنا له في الجزء الاولاني اللي بعيد حدا لاكابان، فراه طالع الحمد لله شد مزيان، غير خصو يعني الطوندوز. دابا هنايا نفس الطريقه ان شاء الله، غير كنحاولوا الارض تجي شويه مساويه باش حيت ينوض الكازون ما يجيش الحفاري. طبعا هنا كما كتشوفوا يعني سليمان هو فاش كيكون راه كيخدم كيدير كميه كبيره، كنجيب له التوفنا والكياس وهو كيقدر يخلطهم، ماشي بحالي انا. وخا داكشي كما كتعرفوا عندي الم الظهر، وفاش كنفرسي على راسي بزاف كنتقسح، داكشي علاش كنمشي وحده وحده اللي قديت عليها راه كنديرها. وكما قلت لكم ما كنضغطش على راسي في الخدمه، لان هادشي مازال مطول ومازال بزاف ديال الاصلاحات، داكشي علاش كنديرو وحده وحده. وخصوصا اننا واخا كان يعني واحد يومين من السيمانه كندوزوها هنايا في بن سليمان، دابا راني في بن سليمان، داكشي علاش كنقول لكم هنايا في بن سليمان.
وغادي نمشيو ان شاء الله هذه الليله هذه. داكشي علاش يعني تقريبا واحد جوج ليلات، مره كيكون اثنين والخميس، مره على حسب التوقيت، لان بدلوا لهم الريم التوقيت. داكشي علاش تخربقنا الصراحه هاد المشيه. سير واجي راه شويه صعيبه، ولكن الاغلبيه راه كنجلسوا ليامات في لافير باش نخدموا ان شاء الله، لان كما قلت لكم قبل ما تجي الشتاء، فاش غادي تجي الشتاء غادي نتكرفصوا. داكشي علاش كنحاولوا يعني نديروا هاد لا تيراس ونديروا الكازون. كما كتلاحظوا معايا هي هادي لا تيراس، الحمد لله راه حنا كملناها، ومازال عندها لا كوش الفينيسيون ديالها ديال السيمه هذيك، رانا باديه فيها يعني تقريبا ضربه فيها واحد الربع ديال هاد لا بارتي. ان شاء الله غادي نكملها وغادي نوريها لكم، وكذلك غادي نشوفوا باش نصبغوا هذيك السيمه، لان ما عجبتنيش كتلق واحد البيوضيه ما عرفتش علاش. المهم داكشي غادي تشوفوه في الفيديوهات المقبله ان شاء الله. كما قلت لكم غادي نمشيو وحده وحده حتى نفيني وان شاء الله هادشي كامل. اهم حاجه هو ان هذا الحجر يبقى شاد مزيان، ما نصدموش عليه ويتقلع، اولا السيمه تقلع، اولا يعني يضيع داكشي. الحمد لله الصح اللي كنت خايفه منه راه كاين الحمد لله. صافي من ورا داكشي جينا لبن سليمان عاوتاني، كما قلت لكم واحد كنبات واحد ليله اولا جوج وكنمشيو. هنايا جينا انا وريم يعني هاد النهار دوزتو صراحه سبور من الصباح مشيت جريت على برا، وفاش جيت عاوتاني وخرجت ريم من القرايه جينا لهنايا لهاد الجرده هادي ديال بن سليمان، تتعجبني بزاف، كنحس فيها بواحد الراحه صراحه زوينه بزاف، خصوصا فاش كيكون الجو مغيم. طبعا كتجيب ريم مره تلعب. دابا صراحه من نهار مشينا لهي لافيرم شحال هادي ما جبناها لهاد يعني هاد الالعاب، لان كيكونوا عامرين في العشيه، ولكن فاش كنلقاو شي وقيته هكا الواحد راه لا بدا خصو يجي يضرب طليله هنا، خصوصا الصباح صراحه كتكون البلاصه زوينه. وكما كتعرفوا جو بن سليمان راه رائع، هذاك هو السبب ديال الغلاء ديال العقار ديالو. داكشي علاش الحمد لله الجو فيه راه زوين بزاف بزاف، خصوصا فاش غادي تفوت ان شاء الله هاد الحراره وداكشي كيكون الجو زوين، غير ديال السبور واحد يمشي للغابه وكتكون الخضوريه بزاف. دابا خلاص راه مازال كلشي قاحل، ولكن مع الوقت ان شاء الله راه كلشي كيولي خضر. ايوا هادشي اللي كاين. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما بقيتش كنطول بزاف، لان صراحه فاش كيطوالو كيجيوني صعاب باش ندوزهم، خصوصا اننا كنبغيو نمشيو والكونيكسيون شويه ماشي حتى اللي هي يعني ضعيفه، ما كبيره ما يعني مش قويه بزاف بحال الاول. داكشي علاش من الاحسن يكون فيديو ما فايتش بزاف 8 ديال الدقائق. انا عارفه بزاف ديال الاخوات كيقول لي طولي لنا شويه، ما كرهتش نوريكم كاع الخدمه كاملها، ولكن راه باش ندوزوا لا فيديو شويه كياخد الوقت داكشي. ايوا المهم نتمنى نكون كنفيدكم بشي حاجه، كما قلت لكم ان شاء الله مازال لي افكار جداد، غير غادي نكونوا مستعدين ان شاء الله شويه عاوتاني باش نزيدوا السلعه، وان شاء الله مازال غادي تشوفوا داكشي غنبقاو تابعينه حتى يولي ان شاء الله في المستوى. ايوا نخليكم دابا ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل بحول الله. تهلاو لي فراسكم دائما وخليوا لي تعاليقكم، راه كنقراهم وخا ما كنجاوبش انا كنقراهم. شكرا.